بين الغابات والسهول الخالية من الأشجار تنتشر أبرز أنواع هذه الذئاب الرمادية. أما هذه الحركة التي تكنت باسم ذئابة فإنها تتوغل داخل العديد من البلدان الأوروبية، لا سيما في الأماكن التي تضم جاليات تركية كبيرة. تبحث هذه الذئاب عن الفرائس الحية لالتهامها وسحبها إلى المسكن. أما هذا التنظيم الناشئ في كنف حزب الحركة القومية التركية والذي تحول إلى ذراع أردوغان الطول في أوروبا، فإنه يسعى بكل ما أتي من مكر الذئابة إلى نشر العنف والفوضى والتطرف. لم يطل حظر هذه الجماعة في فرنسا اليومين فقط، حتى أصدر مجلس الوزراء قراراً حازماً بحلها. القرار الباريسي غذى الأصوات هنا في برلين، حيث يجتاح البلاد رأي عام عابر للأحزاب لاتخاذ موقف مشابه يتخلص من أكبر تنظيم تركي متطرف في ألمانيا يضم 20,000 عضو على أقل تقدير. تهدد هذه الجماعة أعضاء المعارضة التركية والأقليات في ألمانيا، يؤكد النائب عن حزب الخضر جيم أوزميدير، ويضيف أن التنظيم مسؤول عن مئات جرائم القتل في تركيا، لكن نشاطه لم يقتصر على بلده وحسب. معروف أن هذه الحركة تحمل أفكاراً عنصرية تجمع بين التفوق العرقي والتطرف الديني، وتشير الكثير من التقارير الأوروبية إلى التصاقها بالرئيس التركي، حتى إن الكثير من الباحثين والسياسيين أطلقوا عليها اسم لواء أردوغان المتطرف، لواء لا يكتفي الرئيس التركي بدعمه خفاءً وإنكار وجوده في العواصم الأوروبية، بل يرفع علامته هنا في مدينة مرسين. كثيرة هي الصفات التي يتقاطع فيها تنظيم الذئاب الرمادية مع هذه الفصيلة الحيوانية، غير أن أبرزها العصيان على الترويض والعداوة الأشد للإنسان.